جديدة جديدة تونس بخير والأمور ممتازة جدا جديدة جديدة حزب النهضة لبلاد ماشي جدا كانكم هالعلال الشيطمان وراهي جدا من روماني بن قردان اشطر الشعب شريدة معارضة كيشفوا العلال اش قالوا خدة قالوا النهضة من قطر والله راي جيدة جديدة جديدة تونس بخير والأمور ممتازة جدا جديدة جديدة حزب النهضة لبلاد ماشي جدا ترى غنوش يسكت العباد راي فهمته العباد عرفوا للنهضة الأصوات شريتها اللي حقوا السفارة اشتره مخرج جبلتة ويخرج العراية خلك منت لي هجمتة لطيح العالم مفصح وقال فيها حتة يحكومة الترويكة الشرعية رايو فتة جديدة تونس بخير والأمور ممتازة جدا جديدة حزب النهضة لبلاد ماشي جدا حكومة في الكراسي والله ما ينسلمتها فرحة التجمع والنداء فرقة عدة بطال موكلتها مخلص التم شيختها وكانك عالدستور والله ما يمكملتها جديدة تونس بخير والأمور ممتازة جدا جديدة حزب النهضة لبلاد ماشي جدا يا ترويكا يزي اختانا ريضو فكا حكومة عم في الشايح والمعارضة في الفلوكا معارضة كل جمعة فيديو جديد مهبطتا والنهضة كي عادتها الفيديو مكذبتا المصاري والجمهوري والنيدات وحيدتا طبوا يا طبالي والحكومة تجننتا تي 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 تا تي 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 تا هيا بازي هيا روحوا خليهم وحدهم خليهم شماتا خليهم يغلوا وحدهم خليهم وحدهم حكاية نمر ذي هيا اسمعني هيا هيا بازي خور امشي بازي خليهم وحدهم انا وغاك غنيت معاهم اخر نهار عاد اليوم سريع علي على الدنيا سلام توا نحن بشدوا وانتم تقولوا معاضة انتم الترويكا واحنا الفلويكا هاي سيدي باي باي جديدة تونس بخير والأمور ممتازة جدا جديدة حزب النهضة لبلاد ماشي جدا جديدة تونس بخير والأمور ممتازة جدا جديدة حزب النهضة لبلاد ماشي جدا.